إذا متابعي الإخبارية السورية، الآن نحن متواجدين داخل منطقة بسان القصر، جامع حذيفة، هذا المسجد الذي كان خط تماس تعتبره المجموعات الإرهابية المسلحة، ولنرى ماذا فعلوا في القرآن وماذا فعلوا في كتاب الله المقدس. هم يتحدثوا بالدين ولكن الدين بريء منهم، وهذا ما عرفه جميع أبناء الجمهورية العربية السورية. واقع أيضا نقلة لرصد واقع جامع حذيفة والدمار الكبير، ووصولا إلى النقاط التي تقدمت إليها قوات الجيش العربي السوري، زحفت إليها منذ منتصف الليل مع فلول المجموعات الإرهابية المسلحة من هذه المنطقة. نحن نتحدث الآن عن المباني المتواجدة أمام شاشة الإخبارية السورية، مباني التربية، مساكن التربية في بستان القصر. نلاحظ واقع الدمار الكبير، أينما تتواجد المجموعات الإرهابية المسلحة يتواجد الدمار. نعم، يعني اليوم بعد أن حرر الجيش العربي السوري بستان القصر أهم معاقل المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية من حلب وحي الكلاسة، نستطيع الحديث أن يعني تبقى القليل من الأحياء التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة. من هنا، من هذه المنطقة التي حررها الجيش وهذه النقطة الخصوصية جدا حيث التقت القوات بين قلعة حلب وبين القوات المتقدمة من منطقة مساكن في بداية العملية العسكرية باتجاه حي الشعار ومشفى العيون وصولا إلى منطقة باب انطاكيا التي أقف فيها. هنا التقت قوات الجيش العربي السوري منذ أسبوع وتمكنت عبر عملية الالتقاء وخط الفصل بين الأحياء الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، تمكنت من يعني تحقيق انهيار للمجموعات الإرهابية المسلحة. هذا هو إياد باب انطاكيا، المعلم الأثري الذي يحوي على أحد المقامات الدينية والذي يقودنا إلى قلعة حلب. يعني هذه هي بداية المنطقة الأثرية، يظهر معي إياد يعني هذا هو الباب. نلاحظ يعني بعض الدمار الجزئي في هذه المنطقة. يعني إياد سأدخل يعني إلى هذا الباب، هذه المنطقة. إياد، هنا يعتبر أهم معقل لجبهة النصرة خلال 6 سنوات من عمر الأزمة السورية كانت تتحصن في هذه المنطقة. نحن ندخل لأول مرة، يعني عدسة الإعلام تدخل إلى أول مرة. نلاحظ يعني هذه هي منطقة الباب الأثري، ويعني هذه المساتر الترابية التي كانت يعني تتحصن فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. يعني هنا لواء فرسان التوحيد كتب في هذه المنطقة. يعني إياد، تلاحظ طبيعة المنطقة جغرافيا وقدم هذه المنطقة والبناء الحجري القديم هو من ساهم إلى حد كبير يعني بتحصن المجموعات الإرهابية لحمايتها من تقدم الجيش العربي السوري وسلاح يعني الجو العربي السوري في محاولة كانت تحتمي في الأبنية الأثرية والأبنية المكتظة.